كان عندنا عبد السلام ميلي رئيس اللجنة التنظيمية المحلية للبطولات العالم المدرسي في كرة القدم. كان عندنا تحديين، الأول أننا نكون تنظيم في المستوى العالي، والتحدي الثاني أن يتوج المنتخب المغربي. حقا يعني كان من ناحية التنظيم يعني كان هذه شهادة ديال يعني الزوار وشهادة الوفود اللي جات للمغرب، لا من إقامة ولا يعني الملاعب ولا التهيئة، يعني شروط كلها كانت متوفرة جدا، وتبين على أن المغرب قاد أنه ينظم المستوى المدرسي قاد بطولة عالمية في مستوى عالي. والثانية أن الفريق الوطني توج، كنا تنتظروا أنه ينتصر، ولكن هذه هي الكرة القدم، ولكن تنهنئ الفريق الوطني المغربي وكذلك الفريق الوطني الفرنسي بهذا التتويج اليوم بجوج. في حق العدد ديال الدول كانت 29 دولة، وهذا العدد يعني رقم قياسي، إضافة لعدد الفرق اللي شاركت تقريبا 49 فريق، وهو هذا اللي تعطيك العدد ديال المشاركات والمشاركين ما بين 2000 و 1300 زائد الأطر، يعني الأطر المؤطرة وكذلك المنظمين وكذلك المتطوعين. فكان يعني العدد وصل تقريبا 1800 إلى 2000، وزعما هذا يشرف المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. الزراري زكريا مدرب المنتخب الوطني رقم جوج. فأولا كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى اللي وفقنا وصلنا لهذا الانجاز، هذا حقنا، انجاز اللي هو انجاز اول في كره القدم المدرسيه، وثبتنا للعالم ان عندنا المكانه ديالنا في اطار هذا المشروع هذا، لان اليوم شفنا ابناء المدرسه العموميه كينافسوا على واحد المستوى عالي، وشفنا مشروع المولوي اللي تعطات الانطلاقه ديالو هذه واحد 5 سنوات في المملكه ديالنا كينافس مشروع ديال الرياضه المدرسيه في فرنسا اللي بدا اكثر من 30 سنه. وتبتوا للجميع ان التلميذ المغربي فهو تلميذ نجيب، تلميذ ذكي، تلميذ مثابر اللي يمكن له يبارز على المستويات. وكما كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المستوى رائع رغم صغر السن ديالهم مقارنه باللاعبين اللي لعبوا ضدهم، وكل شيء لاحظت شي هذا في قلب الملعب، فهم بذلوا واحد الجهد كبير رغم الاصابات، رغم بعض الاكراهات اللي كانت بسيطه، ولكن الله سبحانه وتعالى بغانا اليوم اننا نخسروا في نتيجة، ولكن حنا كاملين فخورين بهذه الوداد لاننا ربحنا واحد المولود جديد اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يتقوى وغادي يكون بطل العالم في السنوات المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وليد، هل الان كيفاش كانت المشاركه وشنو تقول؟ المشاركه كانت زوينه، الحمد لله شرفنا الرايه بلادنا وشرفنا المدينه ديالنا. كما توكلنا من الفوز في المباريات السابقه، اليوم ما ساعدناش الحظ، يمكن كان المنتخب الفرنسي احسن منا والسهل يربحنا، ولكن الحمد لله على اي حال هذه كره القدم، مره رابح مره خاسر، اليوم خسرنا وما كاين حتى شي مشكل، هذه كره كما قلت لك. ان شاء الله في الاعوام المقبله تكون شي نتيجه احسن من هذه، نديو الكاس، ورحنا هما اصغر منتخب هنا في هذه المنتخبات، والحمد لله على كل حال هذا بالنسبه لنا انجاز كبير الحمد لله. كيفاش عشتوا الاجواء وتشجيعات الجمهور؟ تنشكر هذا الجمهور، هذا اللي جاي يساندنا، والدينا بالاخص، والدينا الدعوات ديالهم هما اللي واقفين معانا، والحمد لله على كل حال.
الحلم ديالي هو نهز التوني ديال المنتخب الوطني المغربي والاحتراف على برا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.